السلام عليكم. انا انبسطت جدا وانا موجود معاكم في كندا، انبسطت بالحفلات اللي عملتها في اوتاوا وفي مونتريال وفي تورونتو. الحقيقه يعني كان بشكر وجودكم والجمهور الجميل اللي انا شفته النهارده وامبارح واول امبارح، وبشكر الغاسه الاسلاميه وقسم دان على كل المجهود اللي عملوه. ربنا يبارك فيكم يا رب ويوفقكم، وان شاء الله باذن الله نتقابل في حفلات جايه باذن الله، وربنا معاكم وشكرا جزيلا. السلام عليكم.